أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم خبر توقيف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أحمد أحمد في فرنسا ضمن التحقيق معه في قضية فساد مالي. صحيفة لوجون أفريك أوردت الخبر وكشفت أن رئيس الكاف تم توقيفه في باريس حيث يحضر اجتماع الجمعية العمومية للفيفا. التقرير التالي يستعرض قصة صعود الملاجاشي أحمد أحمد لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، ويستعرض أزمات الكرة الإفريقية من ملاعب إلى ساحات التحقيق وأروقة القضاء. في مارس عام 2017 ولدت أسطورة الرجل المغمور الذي أسقط الديناصور، ففي انتخابات ظن الكثيرون أنها ستكون تكرارا لما سبقها، وفي أديس أبابا حدثت المفاجأة. سقط عيسى حياته أمام أحمد أحمد، اللاعب والمدرب والوزير السابق القادم من بلد مغمور كرويا. حمل الرئيس الجديد على الأعناق إذانا بنهاية حقبة، وساد التفاؤل بمستقبل مؤسسة كروية عريقة لطالما شابتها تهم الفساد. جاب أحمد أحمد القارة مكرسا نفوذه من خلال استقطاب النجوم السابقين والاتحادات الصغيرة، غير أن ما كان معلنا شيء وما يدور في الغرف المغلقة أمرا آخر. فسرعان ما دبت الأزمات وبات الرجل متهما بالديكتاتورية والفساد المالي، ووصل الأمر إلى تقديم السكرتير السابق للاتحاد الأفريقي عمرو فهمي بلفا للفيفا تضمن ما أسماها تجاوزات أحمد أحمد. وباتت صورة الرجل الذي رسم صورة لنفسه بأنه عدو الفساد تتصدر صحف العالم، متهما بالفساد والرشا والتلاعب وقائمة طويلة من التجاوزات. ليطرح السؤال الكبير، كيف نجح الرجل في عامين فقط أن يتحول من نزيه مخلص إلى شخص غارق في الفساد؟ دافع الرجل عن نفسه كثيرا ضد الاتهامات، وصارت الأمور بهدوء حتى هبت عاصفة إياب نهاء دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي، أو ما عرف بفضيحة الفار. توج البطل بقرار الحكم وبحضور أحمد أحمد، ثم تقرر إعادة اللقاء، ليجد الاتحاد الإفريقي نفسه في مواجهة جماهير غاضبة تطالب بإسقاطه. باختصار، بات الرجل متهما بما هو أكبر من الفساد. لقد سقط الرجل بالكاف إلى هوة عميقة من التردي والتخبط. ولم تمر سوى ساعات حتى جرى توقيف رئيس الكاف لاستجوابه في قضايا فساد، إجراء لم يكن الوحيد، بل تبعه قرار من الفيفا بتحويل رئيس الاتحاد الإفريقي للجنة الأخلاقيات. فهل يكون ما حدث في باريس نهاية الحكاية أم بداية لفصول أخرى من التردي والتراجع في قارة اشتهرت بمسؤولين ليسوا فوق مستوى الشبهات؟ معنا الآن من أبوظبي الصحفي الرياضي أسامة الشيخ. كابتن أسامة مساء الخير، كل عام وأنت بخير، ومرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. قبل أن أسألك بعض التفاصيل حول هذه القضية، فهمت أنه لديك بعض المستجدات الجديدة، تفاصيل جديدة متعلقة بهذا الموضوع، ياريت لو تطلعنا عليها. مساء الخير وكل عام وأنت بخير، والسادة المشاهدين بخير. أعتقد أن الجديد التطور هو أن إحنا دلوقتي أن التحقيقات بتجري بشكل سريع، وأن الصبح يعني يمكن الأخبار التي لم تتداول، أن هو تم الخبر اللي معروف في كل وسائل الإعلام أن هي يمكن جون أفريك هي اللي بدأت بالخبر، عملت سبق صحفي على موقعها الإلكتروني وتبعتها كل صحافة العالم. يعني أنا قبل ما أجيلك أنا شايف الجرايد في البرازيل، في ألمانيا، في إنجلترا، العالم كله بقى فتح بيتكلم على قضية النهاردة أحمد أحمد، اللي هي تكرار للي حصل من 5 سنين في البورولاك، الفندق اللي في زيورخ، اللي تم فيه إلقاء القبض على عدد أكبر بكتير من مسؤولي كرة القدم في الاتحادات القارية، وبالذات كان في الكونكاكاف. فأحمد أحمد اصطحب من السلطات الفرنسية للتحقيق الساعة 8:30 الصبح، بعد 3 ساعات يمكن ده الخبر ده لم يتداول، رجع بصحبة رجال التحقيق الفرنسيين على متن طائرة صغيرة، طائرة أمنية تخص السلطات الفرنسية، الشرطة الفرنسية، ونزلت في بهو الفندق الخلفي. حتى شهود العيان كانوا بيتكلموا على لونها، إن كان لونها أزرق، ونزل منها أحمد أحمد بصحبتهم وطلعوا على غرفته، اصطحبوا كل الأوراق اللي موجودة، وخدوا كمان من الغرفة الكمبيوتر وأي وسائل اتصال، يعني حتى لو في موبايلات تانية، في أي أمور تانية، واصطحبوا تاني ورجعوا إلى مكان التحقيق. طبعا إن التطورات كملت بأن هم مسكوا أو يعني ألقوا القبض على المساعد بتاعه، وهو برضو من مدغشقر.
اللي هو لوك، يمكن اعتقد ان القبض على المساعد هنا مش حكايه ان هو علشان هو الاسيستنت بس، لا، لان في كلام كان بيتداول في وسائل الاعلام بره، يعني يمكن انا قريت بره في اوروبا بشكل كبير على مدار الشهر اللي فات كلام كتير عن القضيه اللي فرنسا بتحقق فيها النهارده، اللي هي تخص شركه تكتيكال ستيل، اللي هي شركه وسيطه بتتاجر في المعدات الرياضيه، وحققوا مع المساعد، وفي كلام على ان لوك المساعد بتاع احمد هو احد الشركاء اللي موجودين في الشركه، وهنا ده على طول يبقى كوربشن وتضارب مصالح، ان احمد يلغي عقد شركه معروفه ملابس رياضيه كانت مقدمه عطاء ب 312 الف دولار مقابل انها تمد الاتحاد الافريقي بملابس حكام وكرات وملابس تدريبات للفرق اللي كانت هتشارك في بطوله افريقيا للمحليين اللي كانت السنه الماضيه 2018، ويلغي العقد اللي هو كان المفروض هيدفع فيه الاتحاد الافريقي 312 الف يورو. طيب. ويتعاقد مع تكتيكال ستيل الشركه الوسيطه اللي هتروح تتفق مع شركه ملابس تانية منافسه، ويدفع الاتحاد الافريقي مليون و100 الف دولار. طبعا في 830 الف دولار اموال مهدره، طبعا اكيد هي مش مهدره، هي رايحه في سكك معينه، سلطات التحقيق بتحاول تفهم ايه الحكايه. التطورات اللي اكتر كمان النهارده ان اعتقد ان المساله هتوصل القاهره، ان سلطات التحقيقات الفرنسيه انا اتصور ان هم بداوا اتصالاتهم بالسلطات المصريه على اعتبار ان مقر الاتحاد الافريقي موجود في القاهره، وطلبوا منهم ان التحفظ على كل مستندات ومحتويات الاتحاد الافريقي، وان ما فيش حاجه تطلع منه، وطلبوا المساعده. هل هم هينزلوا القاهره ويفتشوا الاتحاد الافريقي بصحبه السلطات المصرية، أم حيفوضوا السلطات المصرية في أنها تقوم بهذا الدور؟ النقطة يمكن السؤال اللي جه في التقرير، أنا أعتقد أنها بداية نهاية أحمد، حتى ولو خرج من هذه التحقيقات أعتقد أن دي بداية النهاية، لأن مشكلة أحمد زي ما قال التقرير برضو مظبوط، تعددت القضايا وتعددت المشاكل. طيب كابتن أسامة اعذرني على المقاطعة، ولكن في الوقت المتبقي، لماذا كرة القدم تلاحقها قضايا الفساد بهذا الشكل؟ لماذا هذه الرياضة الشعبية المحبوبة في كل أنحاء العالم فيها أسوأ ناس من الإداريين في اتحاد الفيفا؟ يعني لماذا كرة القدم تحديدا؟ يمكن لأنها اللعبة الشعبية الأولى، لأنها منذ أن تحولت يمكن سنة 74 لما جه جواها فيلانج تحولت كرة القدم ودخل الاحتراف، بدأت الأموال يعني تسيل، وأعتقد أن في بلدان كتيرة فقيرة ومسؤولين كتير أعتقد أنه يمارسوا كرة فقراء. لكن أنا في القضية بالذات بتاعت أحمد وسؤالك أتصور أنه مهم جدا، من يتحمل المسؤولية وليه؟ أنا أقدر أقولك بمنتهى الأمانة ومباشرة، الفيفا، بيت الفيفا في زيوريخ يتحمل قدر كبير من المسؤولية. وأنا هنا أنا أعتبر أن جياني إنفنتينو رئيس الفيفا اللي طلع بيان النهاردة وطلب من السلطات الفرنسية أرجوكم اختروني بإيه. طيب. المستندات اللي عندكم قولولي عليها علشان نعرف ونحول أحمد لغرفة التحقيق في غرفة التحقيقات في لجنة القيم والأخلاق. المشكلة كابتن أسامة أنه سيد إنفنتينو يقول الفساد انتهى، لا أحد يتحدث عن فضائح منذ أن جاء هذا الشخص إلى رئاسة الفيفا. للأسف وقتنا انتهى. أنا بس عايز أقول لك معلومة يا أستاذ مهند مهمة جدا، وهي بخصوص إنفنتينو عنده هذه الأوراق منذ فترة، منذ قبل 16 مارس، يعني قبل ما السلطات الفرنسية تبدأ التحقيق هي موجودة عنده. ولكن الفيفا أنا مش عايز أقول بقى دراها. طيب. خباها. كابتن أسامة بوعدك قول لنا نقاش أوسع حول هذا الموضوع طبعًا. موضوع الفساد في الفيفا. شكرا جزيلا لك كابتن أسامة خليل الكاتب الصحفي الرياضي، كان معنا من أبوظبي.